بماذا تنصح طالب العلم الذي يحب العلم والعلماء لكنه يعاني من الكسل والخمول وضعف الهمة وهو لم يحفظ القرآن؟ بماذا تنصحونه؟ أن يترك الكسل والخمول ويعزم على نفسه ويصبر على المشقة في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعتاد، بل يجاهد نفسه في الأول ويلزمها، فإذا اعتادت سهل عليه ذلك وتلذذ به. نعم.